بيه دونك شنو هو المطلوب توا؟ دونك قال لك الاوكتري از ناو كومبليت، دونك عملنا اللازم الكل. ولهنا قال لك راهو نمبر اوف اليمنت اللي موجود ديسبلاي هنا راهي استيماسيون، وراهي ما فما حتى اليمون بريزم انكلو في اللي عملناه توا. دونك مازلنا ما عملنا حتى اليمون بريزم في الحكايه، دونك باش نعملو فايل وسيف. دونك نجي لهنا ولا دونك نعمل فايل سيف باهي، نجي لهنا تو اش قالي له؟ قالي بعد الاوكتري ما صارت ما عملنا لها الكرياسيون تاعها، فما اذر واي دونك تو ديسبلاي ريجيون معينين، ريجنز معينين. باهي عندك لهنا مثلا اتش تو اوكتري والا سيرفاس تو اوكتري، يعني لهنا باش نختارو اتش معين باش نعملو له ريفاينمنت، والا سيرفاس معين باش نعملو له ريفاينمنت. هاو نشوفو كيفاش العمليه ذي. دونك باش نمشي لهنا مثلا مارك موديل مود، وباش نختار دونك بالماوس بيك ايج، باش نختار دونك ايج معين. ولهنا باش نحط ترانسفير ذا موديل ايج تو اوكتري، هاي ليكم. دونك باش نعمل كيف ما هكا بار اكزومبل، باش نجي دونك هذوما كيما شوفو ديزاكتيفي، خاطر يلزمنا نمشيو للموديل مود. نجي لهنا هكا مولو اكتيف، نجي لهنا مثلا، نجي دونك لهنا ونقولو الايج هذا بار اكزومبل، ونجي دونك لهنا هذو ما عرفناهم شنو يعملوا. باش نجي لهنا شفت هاو ترانسفير ذا موديل ايج تو اوكتري، يولي هو يطلع لي لوكتري اللي موجودين غاديك بالضبط في الايج هذاك، ونجم انا نعمل لهم دونك ريفاينمنت. اوكي دونك نجي لهنا بار اكزومبل، مثلا نحب نعمل انا ريفاينمنت على السيرفاس هذا. دونك نرجع كالعاده موديل مود، نسيليكسيوني دونك ماوس بيك اند سبريد، سيليكسيوني السيرفاس هذا ونقول له ترانسفير الموديل سيرفاس تو اوكتري، اعطيني الاوكتري هذا ما سيتي. دونك ونجي لهنا نعمل ريفاينت، فوالا شفت كيفاش ولا فوالا باهي. دونك بوتون دروات ديسبلاي اول باهي، نجي لهنا دونك نرجع الموديل مود، نعمل بوتون دروات ان مارك ايدج سيرفاس فوالا باهي. دونك هذه فهمناها، وهذه زادة اون برانسيب فهمناها سيبا، امورنا واضحه.